ست هذا تمثال بغداد، تمثال البصرة اللي هو عالمي أستاذ سعد العيداني. من وينه؟ 2017 وينه؟ بالفاتحة قال علي وعلى نفقتي الخاصة. زين، ما خطأ أي خطوة؟ لما حاكينا قدام حيدر العبادي يقول يعني أمال الدولة، قلت له أنا ما أحكي على الدولة، الدولة البرلمان هناك تكفل بالتمثال، أنا أحكي عليك أنت لما دقيت صدرك. لو أهل البصرة يردون يجمعون كل نفر 1000 دينار يسوون أحسن تمثال لأبو تحسين. وانعرض عليه. وانعرض عليه، قالوا نسوي حملة، حملة تبرعات، قلت لهم لا. تكفل التمثال ست من شركة نفط البصرة، يعني من وزارة النفط تكفلت به وصرفت، حتى صرفت المبلغ مالته. بس الرفض كان يصير من العيداني وما زال من العيداني. يعني ليش؟ هو ليش؟ هو ليش احنا نريد ليش؟ يعني ابسط ابسط الامور موجودة. ابسط الامور هسه هذا المشروع، مشروع الكورنيش مالت البصره اللي اخذ رحيم شركه سهل العراق رحيم البزوني، تكفل الرجل بنصب التمثال على الكورنيش اللي حد ما يكمل المشروع، واتفقوا وياه قبل المشروع يعني هو يكمل التمثال بعد المشروع او قبل المشروع، وصار اتفاق خلص المشروع. سألنا الرجل يا ليش ما نصب التمثال؟ قال منع المحافظ. المحافظ هاتفيا قال مستعد تروح وياي وقابلك اي المحافظ، المحافظ اللي منع هذا الشيء. قال اي تمثال ما يصير. يعني هو من باب انه ما يعني اكو فتسوق غامض، ربما عليه ضغوطات، الله العالم اكو فتسوق ضغوطات على ابو تحسين. ما عليه خلاف الشهيد ابو تحسين الوالد، ما عليه خلاف. لا لا ست، هو الرجل قال اكو ضغوطات واكو جهات اللي ما تقبل بهذا الشيء. طلع جهات يقول والله جهات ما نقدر نعلنها، انت محافظ يعني شلون ما تقدر تعلن؟ يعني منين شنو اللي يخوفك؟ يعني الرجل بطل الجهات اللي تخوفك بطولته انه يعني يقول يابا هذا الجهه ما قبلت. منو الجهات اللي ما تقبل؟ ما نعرف. زين انطيك بعد، انطيك بعد اكثر بعد. انا وتيسير دز علينا وزير النقل اللي كان فنجان، مو كان فنجان هو، بس احنا وياه قاعدين وبالبصره. زين قال وين صار التمثال؟ قلنا له هاي تفاصيل التمثال. شال تليفون واحنا قاعدين على اسعد العيداني محافظ، قال لي ليش استاذ؟ شنو اللي الكلفه مالته؟ الكلفه احنا راح نشيل نص من عندها الموانئ، 400,000 دولار كان. زين قال راح نشيل نص من عندها الموانئ، والقاعده احنا نسويها، الموانئ راح نسويها. زين القاعده خاف يعني اهم شيء اسمه، انتم عليكم المحافظه 200. وقال لي استاذ هم مو 200، عليك 100. اكو 100 شخص متورع بيها، 100,000 دولار، 10 شدات متبرع بيها شخص عليكم. بس يعني شوف البساطة اللي وصلوها لأسعد العيدان. إيه وهم ذا أفتهم من الجهات اللي وكفر. ممكن ترفض وجود تمثال أبو تحسين بالبصرة يعني هذا حسب أردفتهم هاي النقطة ليش؟ حسب قول المحافظة، إحنا الله يعلم يجوز المحافظ من يمه.